عموما في ناس بعينها الناس بتفضل متابعه اخبارها، وعلشان كده نزلنا سالناهم مين اكتر شخص بتحبوا تتابعوه على السوشيال ميديا، وكمان لو حد ما تعرفوش عمل لك اد بتقبل على طول ولا بتعمل ايه؟ نشوف راي الناس. اهم واحد بالنسبه لي بحب اتابعه هو كريستيانو رونالدو. شريف فايد شريف فايد برضه. ابو تريكه. عمرو اديب ساعات. اكيد اختي وصحابي كلهم، ايا وميار ورامي وهند وهدى كلهم. بايمو فؤاد بيضحكني جدا. احمد حجوفيتش الكراش. ما بحبش ان انا اقبل اضافه اي حد ما اعرفوش كده، ما اضمنش هو مين اصلا. لا لاني ما اعرفوش، بس لا بعمل كلوك على طول. على حسب يعني. لا ما اعرفوش. لا طبعا. كتير جدا، عادي جدا كده، الاقي ناس كده ما اعرفهاش عادي واقبلها عادي وتصاحب وتتعرف عادي. لا ما مش بيسال ان اقبل اي حاجه. لا طبعا بيشلوني. اكيد طبعا كل الناس اللي عندي ما اعرفهاش اساسا. لا كلهم بيعملوني وانا ما اعرفهمش عادي بعمل لهم يعني.